المغرب 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 هاك موروكو 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 هاك. الملك محمد السادس وولي العهد استقبلوا المنتخب. العاهل المغربي يستقبل أعضاء الفريق. استقبال العاهل المغربي محمد السادس لفريق المغرب. نال أصول الأطلس وأمهاتهما تكريما ملكيا خاصا. ده استقبال جلالة الملك محمد السادس للمنتخب المغربي. المعلومات اللي عندي أنه سيستقبلهم شبيه الملك، والدليل أنه تم تحديد عدد الوفد الذي سيستقبلهم. وشوف أنت الوقاحة فين وصلت بهذا الإعلام هذا. هذا نوع من الجنون ونوع من الغباء لا يقبله عقل في الوقت اللي كنشوفه. تبارك الله العالم كامل كيفاش تحدث. كنجو عندكم انتوما في الحقيقه وكنفقدوا البوصله معكم والله العظيم. الا باز لكم وباز وباز وباز. هذه الايام ايضا كان اسمي بين الاسماء المستهدفه من طرف الذباب الالكتروني طبعا الجزائري. هذا الذباب موجه للحسابات الفيسبوكيه المغربيه باش يدير الاف التعاليق، والهدف هو تبخيس الانجاز المغربي في كاس العالم. وكيقولوا على انه المرتبه الرابعه ما كتستحق هذا الاستقبال الشعبي والتاريخي اللي قتل كبرانات الجزائر. والشيء بالشيء يذكر طبعا، لا باس اننا نذكر قاده الجزائر واعلامهم بذاك الاستقبال ديال الثمانينات اللي داروا لمنتخبهم العام اللي فات، واللي ما قدر يوصل حتى الواحد في المية من الاستقبال اللي دارته المملكه المغربيه وجلاله الملك في شوارع الرباط وفي القصر الملكي لابطال المغرب والعرب وافريقيا. صحيح طبعا اننا انتقدنا التلفزه ديالنا على التغطيه اللي دارت، وغادي نبقاو ننتقدوها وغادي نبقاو ننتقدوا اعطابنا. هذا الشيء طبيعي جدا، وهذه كما كنقولوا طاجيننا مبين حنا. ولكن اللي بغينا نقولوا اللي ما كان اللي بغينا نقولوا على انه حنا اليوماتيه ما كنقارنوش مستوانا بالجاره الجزائر. المستوى ديالنا اليوماتيه كنقارنوه بدول اخرى اكثر تقدما. كنقارنوا روسنا بقطر اللي اعطت احسن تنظيم في كاس العالم، كنقارنوا روسنا بالامارات، كنقارنوا روسنا باعلام دول متقدمه، ولا نقارن نفسنا بتاتا بين قوسين. عندما تحدث الجزائر تحدث عن كبرانة الجزائر والمتحكمين في رقاب الشعب الجزائري. مناسبه طبعا هذا الكلام ايضا هو خروج الرئيس الجزائري قبل يومين في قناه جزائريه، قال فيها ان الجزائر تجاوزت مرحله الوساطات مع المغرب، يعني على أن الرئيس الجزائري ما باغي الصلح. والحقيقة أن هذه الخرجة جات باش تغطي على فضيحة منع ذكر اسم المغرب في القنوات الرسمية الجزائرية وإقالة مدير إحدى القنوات فقط لأنه ذكر اسم المغرب. ويقولون على أن المغرب هو اللي كيتودد الجزائر وباغي الوساطات. أنا كنقول لكم أسيدي، واش شتون حنا محزرينكم؟ واش شتون حنا كنقلبوا لكم؟ واش شتون حنا كنقولوا واحد المثل عندنا بالدارجه، اللي ما جابتو محبه ما تجيبوا الحزاره. صحيح على ان يد جلاله الملك ممدوده للشعب الجزائري، وكانت دائما ممدوده السطر الممدوده، ولكن هذا لا يعني على ان نحن رانا خاصنا غير نتصالحوا مع الكبرانات في الجزائر. لا، المغرب دولة قوية، المغرب دولة لها شرعية تاريخية، المغرب لها ملكية دستورية، المغرب ما كيتسناش الوساطات ولا يبحث عن الوساطات لكي يتقرب إلى الجزائر. حنا كنتكلموا على الشعب الجزائري، ويدنا ستظل ويد ملكنا ستظل ممدودة للشعب الجزائري. حنا عارفين على أن الصلح لا يخدم النظام الجزائري، وعلى أنه سيظل النظام الجزائري يبحث عن شماعة يعلق عليها مشاكله الداخلية، وهذه الشماعة لم يجد فيها إلا المغرب، وغادي يبقى دائما يبحث عن أي سبب يعرقل أي تقارب بين الشعبين الجزائري والمغربي. وإحنا نشوف الشعب الجزائري ما عندنا معه حتى مشكل، فرح معنا وخرج الشوارع وكان مثله مثل شعوب إفريقيا والعالم العربي كلهم اللي خرجوا للشوارع وفرحوا. ولكن كنتكلموا على النظام الجزائري، كنتكلموا على الكبرانات في الجزائر، وكنقولهم على أن المغرب راه ما كيقلب لكم ولا يقلب الوساطات، ولا متمني أنه يتصالح معاكم. إذا كنتوا انتم ماكم باغيين الصلح، احنا رانا باغيين الصلح مع الشعب الجزائري، ولكن مانا باغيين مع الكبرانات في الجزائر. وهذا لا يعني على أننا رانا خاصنا غير تكلموا معنا، لا، كنقولها وكنأكدها. سيروا ابحثوا
عن منفذ آخر، عن شماعة أخرى تعلقون عليها فشلكم، وتعلق عليها المشاكل الداخلية التي تقع بالنسبة للجزائر، وتعلقون عليها أيضا كتخسروا الفلوس على كيانات وهمية وكتكبروا فيها وكتمولوها بدل ما تمولوا الشعب الجزائري وتمولوا. والله إلا عيب وعار عندما نقارن دولة صغيرة الحجم كقطر كبيرة في التنظيم وكبيرة في الإنجازات وعندها البترول وعندها الغاز، مع دولة كالجزائر أيضا عندها البترول وعندها الغاز، ولكن الفرق شاسع بين البلدين وبين الإمارات أيضا وبين مجموعة من الدول التي تمتلك نفس الثروات الطبيعية التي تمتلك الجزائر. وللأسف الشديد هذه الثروات تحول للخارج ضدا على مصلحة الشعب الجزائري. وباش نختم وكنقول على أنه باش نعرفوا كي قال المرحوم الحسن الثاني: مع من حشرنا الله في الجوار، ليعلم الجميع مع من حشرنا الله في الجوار. حشرنا مع كبرانات ما بغاوش يفرقوا معنا، حشرنا مع دولة للأسف لا ترى في المغرب إلا عدو. وعباد الله حتى الاسم ديال المغرب ما باغينش يذكروه، ما قادينش يذكروه. لهذا الحد وصل الحقد والكراهية والعداء. حقيقة أنا والله لا أفهم حتى انتصار في كرة القدم سيستوه الوقت اللي الشعب العربي كله حتى الشعوب المطحونة بالحروب والويلات والفقر فرحت معنا، وانتم اللي جيراننا يا برا ما قديتوا حتى تخلوا الناس تعبر عن فرحتها في الشوارع بانتصار شعب شقيق. لو كنت انتم اللي منتصرين والله العظيم لخرج الشعب المغربي واحتفل معكم، ولولا يمنعنا حد. لماذا؟ لأن عندنا ملك متفهم، عندنا دولة الحمد لله كبيرة ولها امتداد في التاريخ ديال 12 قرن، وعندنا مواطنين مغاربة متفاهمين ويعشقون الشعب الجزائري، ولكنهم ضد الكبرانات في الجزائر وضد توغل الكبرانات في الجزائر وضد حق الكبرانات على دولتنا اللي غادي تبقى دائما كبيرة، كبيرة بجلالة الملك، كبيرة بشعبها، كبيرة بفريقها الوطني اللي خلى اسمها يتردد في جميع المحافل الدولية.